السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي الأزهري، أهلا وسهلا بكم وبولياء أموركم. في طلبة طلبوا مننا إن احنا نحل امتحان محافظة البحيرة من كتاب سلاح الأزهري صفحة 262. بيقول لي أولا النحو: إن المرأة المسلمة، عايز إعراب كلمة المسلمة. إن دي حرف ناسخ، والمرأة اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. المسلمة هو اللي عايز إعرابها. المسلمة هو وصف للمرأة، خلي بالك، المرأة معرفة والمسلمة أيضا معرفة، والمرأة مفرد والمسلمة أيضا مفرد، تمام؟ فهي نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أخذت تسطر أنصع الصفحات المضيئة سطورها في تاريخها الطويل، فهي تربي أبناءها على العزة والكرامة، فلا مطمع لها في الدنيا إلا أن ترى فلذات أكبادها قادة في ميادين متسعة. فكوني مثلا يحتذى به أيتها الفتاة، عسى الله أن يدخلك الجنة. عسى من أفعال الرجاء، الله اسم عسى مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. خبرها فين؟ أن يدخلك، خبرها لازم يبقى جملة فعلية، وخلي بالك خبر عسى دائما بيكثر فيه اقترانه بأن، عسى وأوشك يكثر اقتران الخبر بأن. طيب اعرب ما فوق الخط، اعربت، عايز اسم الان وبين علامة اعرابه. اسم ان المرأة، علامة اعرابه اسم ان منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على اخره. عايز خبر لكان وبين نوعه، خبر لكان كلمة كوني اسمها الياء، خبرها مثلا نوعه مفرد. فعلا للرجاء، وبين حكم اقتران خبره بأن، فعل الرجاء عسى حكمه يكثر اقترانه بأن. اسم لا النافية للجنس وبين نوعه، لا النافية لجنسها اسمها مطمع، نوعه هنا شبيه بالمضاف. غير الإجابة الصحيحة مما يأتي: الجملة المتضمنة فاعلا سبقه اسم يشبه الفعل. الاسم اللي يشبه الفعل، مصر منتصر، ده الاسم اللي يشبه الفعل، جيشها. الجملة المشتملة على خبر جملة اسمية: الزهرة أوراقها نضرة، فيها ضميرها عائد على الزهرة. الجملة المشتملة على فعل ناسخ يفيد التحول من حال إلى حال، يبقى اختار له صار، صار الدقيق خبزا. علامة إعراب خبر ما الحجازية في قولنا: ما من مهملات، علامة إعرابها الكسرة لأنها تبقى منصوبة، ونصب جمع المؤنث السالم بيبقى منصوب بالكسرة، منصوبة ونصب المؤنث السالم بيبقى منصوب بالكسرة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. يأتي خبر إن وأخواتها مفردا وجملة وشبه جملة، صح. ينصب اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف، صح. عند بناء الفعل الماضي لما لم يسمى فاعله، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، غلط، ويكسر ما قبل آخره. يجب اقتران خبر أفعال الشروع بأن، لا، أفعال الشروع ممنوع، ممنوع عليها أن هي تقترن بأن. المسلمون متحابون، أدخل على الجملة السابقة إن مرة وحسب مرة. إن بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وحسب بتنصب المبتدأ والخبر، والمبتدأ بيبقى مفعول به أول والخبر بيبقى مفعول به ثاني. المسلمون متحابون، أدخل على الجملة السابقة إن، أقول إن المسلمين متحابون، الخبر مرفوع. طيب حسب، أقول حسبت المسلمين متحابين. ثانيا الصرف: ألقى محمد كلمة في الإذاعة الصباحية عن إعمال العقل والتفكير الإيجابي، فجاءت كلمته واضحة حيث سلسل أفكاره وانتقى عباراته واستشهد من فصيح القول، عسى أن يفهم الطلاب. طيب استخرج من القطعة السابقة فعلا جامدا، فعل الجامد عسى. طيب عايز مجرد رباعي سلسلة، عايز مزيد بثلاثة أحرف استشهد، عايز فعل مضارع يفهم. زين ما تحتوي خط كلمة التفكير على وزن تفعيل واستشهد على وزن استفعل. بيقول تخير الإجابة الصحيحة مما يأتي: لا يدخل علم الصرف في مثل قولنا هذا عشان هي اسم إشارة، وعسى عشان فعل جامد. الفعلان المزيدان بحرفين هما اسم إشارة مبني، والعلم الصرف لا يدخل في الاسم المبني، يدخل في المعرف فقط. وعسى فعل جامد، وعلم الصرف بيدخل في الأفعال المتصرفة. الفعلان المزيدان بحرفين هما افرنقع وانطلق. بيقول الجملة المشتملة على كلمة على وزن فعول، كلمة عيون موسى، عيون هي على وزن فعول، من المزارات الدينية في سيناء.
اختر الفعلين الجامدين مما يأتي: ليس وعسى. فعل جامد. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الخطأ فيما يأتي: الحرف الزائد هو ما يزيد على أصول الكلمة ويصح حذفه في بعض تصاريفها. صح. الفعل الثلاثي يأتي مجرد ومزيد. صح. للثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، خمسة أوزان، غلط أربعة أوزان. وبكده يكون انتهى الامتحان. ما تنساش تشارك الامتحان مع زملائك ليصلك بإذن الله كل جديد، وشوف أنت محتاج إيه قبل الامتحان، وبإذن الله نكون معاكم في إجابة أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.